الرحمن الرحيم. انا دانيا رامي محمد صمادي. اليوم راح احكي لكم عن قصه قصيره، قصه السلوك الحكيم. الكذب عواقبه هو الخيمه. سلام طالب كسول ويكذب كثيرا. وفي يوم من الأيام تظاهر أنهم فقد وعيهم. خاف الطلاب كثيرا، فأخبر معلمهم الذي أسرع إلى الإسعاف. سأل المعلم سلامة: ما الذي يؤلمك؟ قال سلامة: لست مريضا أيها الأستاذ. عاتب المعلم الطلاب وقال لهم: تأكدوا من مرض زميلكم قبل إزعاج الآخرين. في يوم من الأيام قامت المدرسة برحلة إلى العقبة. وفي اليوم المحدد تجمع الطلاب وأحضروا كل منهم حاجة، والفرحة تملأ وجوههم. وما هي الحظات؟ وصلوا باص الرحلة فركبوا جميعا. كان الجميع سعداء غامر. وعندما وصلوا بدأ كل واحد منهم ينزل حاجاته وهم يمرحون ويلعبون. تعاون الأصدقاء في تحضير طعام الغداء، إلا سلامة كان كسولا كعادته، لا يفعل شيئا. وعندما تجمعوا لتناول الطعام نادوا جميعا: تعال يا سلامة وشاركنا الطعام. فذهب وشاركهم طعامهم. وفي غمرة الجو الجميل سمعوا صوتا يطلب النجدة. لقد كان سلامة يقرأ. فألقوا بنفسهم الماء ليساعدوا. فنظر إليهم وهو يضحك وقال: لا تقلقوا، أنا أسبح جيدا ولكنني كنت أمازحكم. غضب الجميع منه وقرروا عدم الرد عليه في المرات القادمة. في اليوم التالي بدأ سلامة يطلب النجدة منهم فلم يستمعوا إليه. لاحظ طاقم الإنقاذ سلامة يطلب النجدة فأسرعوا إليه وانقذوه في اللحظة الأخيرة. ما إن استرد سلامة وعيه نظر إليه أصدقائه وقال لهم: أناديكم ولا تأتون لإنقاذي. قال الجميع له: كذبت علينا كثيرا، فأعتقدنا أنك تكذب. اعتذر سلامة وقال: لا أكذب مرة أخرى في حياتي.